إطلالة على علم الافتراس من السهل. إن سُزئلت عن معنى الافتراس، أن تجيب بالتعريف الموسوعي للكلمة الذي يفيد بأن الافتراس يعني استهلاك فريسة حية ويتضمن فائدة للمفترس وأذن للضحية ولا يدوم زمنه طويلاً، فالمواجهة بين المفترس والطريدة لا تطول، والاعتيادي أن يكون المفترس حيواناً ولكنه قد يكون نباتاً من الأنواع اللاحمة يقتنص حشرات صغيرة ليتغذى بها. وأغلب المفترسين بطبيعة الحال لاحمون، وبعضهم يجمع بين الأنواع الحيوانية والنباتية في قائمة طعامه، وفي بعض الحالات لا يتضمن الافتراس قتل الضحية قبل استهلاكها، فثمة مفترسون ما هي أون لابتلاع الفريسة حيجاً، ولا يشترط أن يستهلك المفترس كامل جسم. وفي الشبكة الكونية للافتراس تجد المفترسين الاختصاصيين الذين لا يصطادون غير نوع محدد من الفرائس، والمفترسين العموميين الذين لا يفلتون أي فرصة لقتل أي حيوان يصلح كطعام. والحقيقة هي أن الاختصاصيين من المفترسين مجبرون على التخصص، فهم غير مهيئين إلا للتعامل مع النوع من الضحايا محل تخصصهم. وبالمقابل فإن الضحية تكون مزودة بما يعينها على الهرب من المفترس المتفرغ لها دون غيرها. وهكذا يتحدد مدى نجاح المفترس أو نجاح الفريسة بمهارة كل منهما في استخدام أدواته، وتلك على وجه ولولاها لأفنى المفترس النوع المفضل لديه، ويترتب على ذلك فناؤه هو، أي الضأن، أو تتفوق الضحية على مفترسها المتخصص بها فيعجز عن اقتناصها فيموت سغباً، فتتزايد أعداد أفراد نوع الفريسة فيختل الاتزان بالنظام البيئي الذي تستوطنه. الافتراس إذن ليس مجرد رغبة عمياء في قتل كائنات حية أخرى، فالجوع هو الدافع الرئيس له، وإذا انتفى عامل الجوع انتفت حاجة معظم الحيوانات المفترسة لمداهمة الفرائس، على الأقل من باب أن في ذلك اقتصاداً في طاقتها. وقد لوحظ أن بعض الحيوانات المعدودة من المفترسات والتي تعيش مرفهة في الحبس أو مستأنسة أليفة بالبيت أو بالمزرعة تصبح بمرور الوقت قادرة على التفريق بين الحيوانات التي استقرت بالأذهان كفرائس وتشاركها الحياة الرغدة في كنف الإنسان، وشبيهاتها التي تعيش خارج المنزل أو بالبرية.